اليوم الفيديو هذا غير كل الفيديوهات. اليوم تحدي بيني وبين شروق. انا اليوم حامل المقروطه اللي هي الكل بالعراقي الكليجة بالعراقي. انا بعملها على طريقتي وهي بدها تعملها على طريقتها. طبعا هي انا يعني ما بعرف ما بثق. هلا بتشوف انا ما عندي ثقه في خبرتها، ولكن هي بدها تتحداني، وانا قبلت التحدي. وانتو تحكموا، وانا حسب لكم الرابط تبع القناه تبعتها تحت في صندوق الوصف. اوكي انت بلش اول شيء. كمان انا عندي ابداعات وخيالات فلازم اقول الدنيا. اوكي زبده 3 ارباع كوب 150 جرام، يعني كوب الا ربع. ماء 3 ارباع كوب 150 جرام، كوب الا ربع. سكر ربع كوب 50 جرام. بهار الكعك اي نوع بتحبوه انتو. معلقه طعام 15 جرام. حليب بودره 2 معلقه طعام 30 جرام. بيكنج باودر معلقه طعام 15 جرام. دقيق 3 اكواب ونص 500 جرام. نعجن المكونات جيد حتى تنسجم من 3 دقائق لأربع دقائق تقريبا، وهي مش خبز اللي احنا نعجنها كتير، يعني فقط تنسجم العجنة. نترك العجنة ترتاح نص ساعة. يلا روح خليني شوف شغلي وخليني أبلش بالتحدي تبعي. يلا أوكي نتقابل. هلا طبعا أنا عم بستخدم الآيس كريم اللي هو اختصارا لكل الشغلات اللي هو استخدمها، ورح يعطيكم نتيجة كتير حلوة. حتشوفوا الرابط تبع القناة. شو يعني في الآيس كريم؟ الفيديو تبعي بالدسكريبشن بوكس. فيها كل المحتويات اللي تحبها. مش متعوب عليه يعني شو. أنا تعبان على شغلي. وفي يعني في حد هو في حد بيعمل المقروطه بالايس كريم؟ طبعا الايس كريم محتوى كل المحتويات اللي انت بتتمناها موجوده، بكفي الطعم تبع الايس كريم. احنا بنجرب وان شاء الله تنجح. طبعا شو بدك انت تنقل مني؟ انت بدك تخش مني؟ خليك على جنب. عم بتفرج عم بشوف كيف بدك تعملها يعني. طيب نوضع كيلو عجوه وعليه معلقتين زيت ومعلقه قرفة. لا هلا بورجيك الطريقة المختصرة. وبنعجنهم جيد. شو بتعمل يعني؟ شو عندك طريقة يعني من القمر يعني؟ طبعا هي معروفة كيف بدنا نعمل المقروطة. شو بتعمل يعني؟ لا في طرق كتير مختصرة هلا بتشوف. نعجنهم كويس. على العموم انتم بدكم تشوفوا الوصفة تبعتها كاملة، بتروحوا على القناة تبعتها وبتشوفوا الوصفة تبعتها كاملة. نشوف ايش بده يطلع معها بالاخر. كل خير. نعجن عجوه التمر جيد، هيك اصبحت جاهزه. نوضعها على ورق الزبده وبنفردها. انت بدك تفرديها زي هيك انت ولا بدك؟ لا حفردها بشكل سكينه. ولا تعمليها قلول ولا؟ كل واحد يعمل بطريقته لو سمحت. هاي ممكن اغش شوي منها. ولا بدك تبعتيها رساله لحدا ويرجع لك اياها جاهزه؟ مونتاج العجنه ويرجعوها. نفردها مثل ما حكيت. كميه التمر انتم بتحدوها، كميه التمر كميه. انا عملتها على طريقتي وهو عملها على طريقته. تعالوا نشوف شو سوينا. بدك تسوي شو يعني؟ طبعا هلا عجينة العجوة موجودة قدامي. يا حظكم شو راح احط عليها؟ شو هذا؟ هذا شيء مسمى بالكراميل. راح احط صوص الكراميل على عجنة العجوة وراح اخلطهم مع بعض، راح يعطينا طعم كتير حلو. هذا اختصار لكل الشغلات.
هيك العجنة ارتاحت 30 دقيقة وبعملها جزئين. نفرد العجنة. طبعا هذه مجرد افكار وانتم بتعملوا اللي انتم مناسب لكم، سمك العجنه، كميه التمر، عجوه التمر، انتم هذه ازواق، كل واحد ذوقه مختلف عن الثاني، فانتم ممكن تقللوا العجوه، ممكن تكتروا العجوه، في ناس ما بتحب العجوه تكون كثيره زهره، هذا انتم تحكموا فيه سهل. روح انت من هان، لا تطلع، لا تغش، لا تغش، لا بدي اشوف كيف، والله شكلك بدك تتعلمي مني، شكلك انت شوي يعني شغلات بسيطه، انت جاي تعمل وصفه، انت شكلك جاي تتعلمي. لا بشغلات بسيطه يعني كاول تجربه يعني، وبنلفها رول يعني طريقه عم يعملها طريقه جدا تقليديه، فهلا شوفوا الطرق الاحترافيه. طيب هسا بنشوف، طبعا الاشكال انتو بتعملوها مثل ما بدكم تعملوا الاشكال، بنقطعها حجم القطع نفس الشيء انتو تتحكموا فيه، هذه أزواج يعني، هذا يعني سهل، هذه ممكن نلفها نخليها دائرية، ممكن نتركها مثل ما هي عشان تقعد على الصينية براحتكم. شكلها حلو صراحة، بس يعني مش الشكل الاحترافي يعني. بدنا نشوف الشكل الاحترافي اللي انتو بدك تعمليه هلقى. هلا بتشوف، انت روح جهز اغراضك، جهز اغراضك، انا عندي خلصت، انا عندي خلصت، انا عم بشوفك، يلا عم بجهز نفسيتي. بنقطع هيك جاهزه تقريبا. لو كانت ليزي كيك كان افضل. ها زي انتو بتلفوها بتخلوها مثل ما هي، خلوها مثل ما هي. هذيك عملناها راح نعملها بشكل شوية مختلف، وانتو تختاروا الشكل المناسب لإلكم، الجزء النص الثاني يعني، كل واحد بعملها على طريقته، الحشوة، كمية الحشوة، اللفة تكون سميكة، هذا السهل انتو تتحكموا فيه، هذا حسب انتو شو ذوقكم. بس رح تكون في بيننا خناقة صغيرة انه هو عملها بطريقته وانا عملتها بطريقتي، وبعدين صار في لازم يكون مقارنة، وانتو اللي رح تحددوا شو الاحلى وشو، ما رح اقولكم مين الاطيب ولكن شو الاحلى رح تكون احلى. شو يعني انت التنافس بيناتنا قوي؟ لا بس انت اهم شيء انت ما انا خايف تعمليها نفس تبعتي بالضبط. لا طبعا لا. اكيد لا يعني اتعب بالاخر اعملها مثل لا لا لا. نعملها ثلاث اجزاء بعملها، وبقطع ثلاث قطع من العجوه، عجوه التمر. طبعا احنا متفقين كميه العجوه، مش كل الناس بتحب العجوه تكون كثيره، فانتوا بتحكموا في كميه العجوه. بس هو عنده عجوة كتير فهيحط كتير يعني. يعني حسب يعني. اللي خلصها بقى. انت مش هتعمل العجوة انت مثل هيك انت؟ يا هلا بتشوف. انت جبت عجوة لإلك؟ اه طبعا. والله؟ نفس الكمية بس هستخدمها بطريقتي. اذا ما جبت بديك من تبعون من هذه. لا لا لا. اقسم لك شوية، خذي هاي شوية. لا لا شكرا. خذي هاي شوية، امسكي. لا 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 امسكي. لا 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 لا. ها بدك اقطع لك منها شوية. بنسكرهم. عم تعمل فطاير؟ ايه عم تعمل فطاير. اه بدنا نشوفك انت تعمل فطاير هالقد. شكله ما بيطمنش. هي بصراحه مش عم يعني عامله لي مش عارف اشتغل منها انا بصراحه يعني. عامله لي توتر، عامله لي. صح. بنقطعهم نفس ما حكينا في الأول، حسب زوكو، السبوك، حجم القطعة. ما هي فيها شباب الكوليج.
في شبه من كل جهة. والله أنا شايفك هتعملي لهم فتة حمص. هلا بنشوف. احنا بنتحدى في الكوليجة في المقروطة. هلقيت بنجيب السمسم كوب واحد سمسم وضيف عليه معلقة قطر او عسل طبيعي معلقة. بنفركه جيد. عشان يلزق سمسم مع المقروطة او الكوليجة. نضيف معلقة سكر. ندعكهم. شو هالغلبة؟ كتير هيك يعني. انت شو مش الناس بدها طريقة سهلة يعني. مش حطوا سمسم انت بالله؟ والله مش حتحطوا سمسم؟ لا طبعا ما. قولي والله. والله ما رح حط سمسم انا. نوضع سمسم عليها هيك السمسم عشان يمسك فيها. لما بده يعمل بالقطر مع السمسم ممكن نوضع بدون القطر او بدون العسل نوضعها في المية في الماء ونوضعها على السمسم. هي بتمسك هيك السمسم. وهذه القطعة الثانية الصغيرة شوية مختلفة عملتها. وهيك أصبحت جاهزة وحدخلها الفرن 180 درجة مئوية تقريبا 15 دقيقة. لازم أنتوا تركبوها من فرن لفرن يختلف. أنا عملتها على طريقتي وهو عملها على طريقته. تعالوا نشوف شو سوينا. هلا انا عم بعمل بطريقتي يعني. هلا طريقه بحبنا ولا في شو عم بحس يعني هي مبينه طفوليه شوي ولكن طريقه جميله يعني. هلا بشوفوا قد ايه حلوه وبتفتح النفس. ذكرتيني في الواحد كل ما اشوف شغله بتعجب منها بقول استغفر الله. لا هلا بنعمل بالقوالب وحطيناها مع العجوه. لا طبعا هي الافضل. اوف واخيرا خلصنا والنتيجه جاهزه لتشوفوها. يا صحيح شكلها حلو بس هذا احلى. هذا الاصل بالضبط. هذا الاصل شوفوا الالوان اللي انا حطيتها. شوفوا الالوان. هذا الاصل. هذا الاصل. شوفوا الالوان انتم ما عليكم بتفتح النفس. الالوان حلوه. الالوان المهم الطعم. يعني الطعم اكيد اطيب. طعم اكيد اطيب. على العموم هاي احنا انتم تحكموا بناتنا. شوفوا الفيديو تبعي كامل بالديسكريبشن بوكس تحت وان شاء الله بتعجبكم الطريقه تبعتي. انتوا احكموا انتوا. هاي طريقتي. شوفوا احلى طريقتي. العداله اهم شيء يا جماعه. انتوا احكموا. شو بدك تدوقي؟ طبعا. انا بنصحكم في هذه لا تعملوا هذيك. بنصحكم تبعتي كثير طيبه صدقوني. هذه اطيب. هل انت واثق من الشيء اللي عملته؟ انا واثق من انا عملته. وخلي الناس هي تحكم. مثل ما شفتوا انا عملت الوان جميله جدا فرحيه فيكم تكونوا مبسوطين وانتوا بس عم بتشوفوا المنظر. شفتوا 100,000 لون مختلف. مش 100,000 لون يعني ولكن شفتوا الوان كتير بتفتح النفس وبتخليكم متفائلين انه الحياه جميله ورديه. ولكن هو نوع واحد اللي عامله يعني مش متعوب عليه يعني انا تعبان على شغلي يعني. في حد بيعمل المقروطه بالايس كريم؟ طبعا الايس كريم محتوى كل المحتويات اللي انت بتتمناها موجوده. بكفي الطعم تبع الايس كريم. شكرا لكم واتمنى الاشتراك. اتمنى تكونوا صادقين وتقولوا انه انا زبطت اكثر. وانتم تحكموا مين زبطه تبعته احلى ومين ارتب.
الحكم نسيبه لإلكم إن شاء الله. ودائما إن شاء الله حنعمل فيديوهات تحدي كتير. هي عندها أفكار هبلة، أنا يعني يعني أنا ما بشجعكم تعملوها، لكن هي عندها أفكار، هي بتدعي أنه إحنا أنصح مجربوا أنه إحنا رجعيين، وهي 2020 إحنا هلا ب 2020 يعني، فالحياة متقدمة ولازم نجرب إشياء جديدة، وحضر وما حضر ولازم يعني بتعرفوا. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، ودائما حاولوا إنه أنتوا تشجعوني كرمال أورجيكم وصفات رهيبة وجميلة. حاولوا لا تجربوها بالبيت، قصدي لازم تجربوها بالبيت لحتى إنه تذوق طعم الطيبة. أنا ما بنصحكم أنا ما بنصحكم تجربوها. هيك بنكون إحنا وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا كثير لكم، مع السلامة. في أمان الله. هحط الرابط تبع القناة تبع شروق في صندوق الوصف تحت، تابعوها حرام خطيب.